أحبها من أول نظرة. سأخبرك شيئاً، اذهب إلى الجحيم، فأنا لدي حبيب. لكنها تحب شخصاً آخر. على أي حال، هو سيرحل اليوم. سيرحل؟ حبيبي سوف يأتي، سوف يأتي غداً، ابقى لحضور الزفاف. قصة حب جميلة، الكل فيها يبحث عن معنى الحب الحقيقي. تانو واتسمانو، الاثنين 21 مايو في الأوقات التالية على زي أفلام بوليوود بالعربية.